كان دور نواة اللي نحن انخرطنا في فكرة مانيش مسامح. كل فريق نواة تقريب في وقتها 15 صحافي اللي كلهم همش مسامحين، يعني كلهم ضد قانون المصارعة. فينا المو خرجت حاجة مصورة طول كيما هكا تحكي على توثيق حراك شبابي صار في تاريخ تونس المعاصر. خلينا نحكي الفيلم هذايا نجم نحكي وينها مانيش مسامح، خاطر هو نجم نقدمه قدام. مش كان الفيلم كهو وجودنا احنا اليوم لهنا بلمتنا هذيا بحديثنا بالدباء هذا الكل نجم نحكيه وينها مانيش مسامح، ونجم نثبتوا بليتو وينها مانيش مسامح.